بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه. فإن الدنيا خلقت لكم، وأنتم خلقتم للآخرة، والذي نفسي بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. عن الحسن البصري رحمه الله.